ازيكم؟ عاملين ايه؟ معانا في قناة تعليم حرفة. النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة الرز بلبن بطريقة سهلة وبسيطة جدا. المكونات بسيطة خالص. انا عملت بكوبايتين رز، عملت كمية كبيرة من الرز بلبن بطريقة سهلة خالص، والريحة كمان جميلة جدا والطعم احلى من المحلات. ومش هيحتاج معاكي كميات كبيرة، بالعكس ده ممكن نص كيلو وكوبايتين رز، يعني هتعملي اكبر كمية رز بلبن عندك. تعالوا نشوف يلا مع بعض الطريقة. اول حاجة معانا هتجيبي حلة وهتمليها مية، بس مش تمليها الاخر، هتسيبي شوية صغيرين وهتمليها مية وهتصفيها على النار، وبعد كده هتسيبيها. هنجيب بقى الرز بتاعنا، احنا حطينا كوبايتين رز غسلناه كويس، وبعد كده سيبنا فيه شوية مية. لازم تسيبي فيه شوية مية علشان يعني يبقى ايه، ينفش معاكي، ما يبقاش صغير ويستوي بسرعة. احنا اهو زي ما انتوا شايفين كده، سيبنا الرز يتنقع. معانا كيس فانيليا، وهنجيب بعد كده نص كوباية مية، وهنحط فيها معلقتين نشا. كده قلبنا النشا بالميه كويس جدا. هنجيب دلوقتي الكوبايه بتاعتنا وهنحط كوبايه ونص لبن، يعني نص كيلو لبن بالظبط كده. بعد كده هنجيب كوبايه سكر وهندوبها في اللبن، كوبايه سكر بس، انتي على حسب ما انتي حابه. لو انتي حابه مسكر شويه ممكن تزودي نص كوبايه تاني سكر وتدوقي برضو الطعم. قلنا دلوقتي هندوب السكر كويس جدا في اللبن. بعد ما خلاص دوبنا السكر حلو قوي في اللبن، هنجيب كيس الفانيليا بتاعنا وهنحطه في اللبن بالشكل ده. بعد كده هنقلب تاني عشان ندوب الفانيليا كويس قوي في اللبن. وهنسيب اللبن كده، احنا عملنا النشا بالمية وعملنا اللبن، بس نتأكد كل شوية ان احنا نقلب النشا بتاعنا علشان ما ينشفش. بعد كده المية بتاعتنا غلت كويس جدا. بعد كده هنحط الرز بتاعنا اللي هو كوبايتين زي ما انتوا شايفين، وهنقلبه تقليبة بسيطة. بعد كده هنرش رشة ملح عشان يبقى مظبوط معاكي، وتقلبيه تاني. وهنسيب بقى الرز يغلي غلوة حلوة كده مع المية. كده هو قرب يستوي معانا، احنا هنسيبه يغلي غلوة تاني لحد ما يستوي خالص. وكل شوية هتبدأي تدوقي معلقة
وتشوفيه استوى خالص ولا لأ، علشان ما تحطيش اللبن قبل ما يستوي خالص. دلوقتي خلاص اهو الرز بتاعنا خلاص استوى خالص وريحته جميلة جدا. لسه بقى كمان لما نضيف اللبن بالفانيليا هيبقى ريحته احلى. انا دلوقتي ضفت اللبن زي ما انتوا شايفين، اللبن بالفانيليا بالسكر، وهنقلب تاني، هنقلبهم كلهم عشان اللبن وكله يتخلط في بعضه. بعد كده هنضيف النشا بالمية، هي نص كوباية مية على معلقتين نشا. بس قبل ما تضيفيهم هتقلبيهم تاني ونقلبها، نقلب الرز حلو قوي كده. الرز بتاعنا بقى جاهز وخلصان خالص. خلاص كده الرز على التحضير زي ما انتوا شايفين. انا دلوقتي هعبيه في الاطباق واوريلكوا بعد ما اتعبى بقى عامل ازاي. ريحته جميلة جدا والشكل كمان حلو قوي. لو انتي حابة تزوقيه من فوق بشوكولاتة، بجوز الهند، بزبيب، اللي انتي حباه، بس انا عاملاه سادة. طبعا شكله حلو جدا. لو انتي عايزة تعملي الوش بتاعه محروق هتضيفي سكر او قشطة وتحطيه في الفرن، وهيطلع معاكي الوش بتاعه زي البشاميل كده، هيبقى طعمه وريحته حلوين برضو اللي انتي حباه. انا النهاردة عاملاه سادة، وممكن اعمل لكم فيديو تاني طريقة الوش بتاعته. لو حد حابب يكتب لي في كومنتات وانا اعمل له الوش بتاع الرز بلبن، اعمله في فيديو تاني. ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تشوف كل جديد.